ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو. أستاذ يوسف، مرحبا بكم. يعني من وقت لآخر يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدات مثيرة للجدل، كيف تقرأ تصريح ترامب اليوم بشأن تركيا؟ مساء الخير، تحياتي لكم والأستاذ المشاهدين. يعني واضح تماما بأن ترامب هو ليس بحاجة لكي يكون هنالك أي دوافع مسبقة ليقوم بأي تغريدات. هو يريد أن يصبح بتغريدة ويمسي بتغريدة. هو أتوقع بأن عنده توتر، وهذا التوتر يريد أن يزيله من خلال هكذا تغريدات. التوتر الناتج عن الضغوطات الداخلية التي تمارس عليه من إجراء التحقيقات وقرب انتهاء تحقيقات ميولر، وبالتالي نتائج التحقيقات ربما ستؤثر عليه سياسيا، اما بالاستقاله او العزل. وبالتالي هو يبحث عن مخرج ويبحث عن تغيير الراي العام المحلي والاقليمي والعالمي، ربما فيلجا لهذه التغريدات. هذه التغريدات ليس لها اي قيمه بالنسبه الى تركيا. هو يستطيع ان يهدد كيف يشاء ولكنه لا يستطيع ان ينفذ ما يقوله، وبالتالي تركيا عازمه على الاستمرار في محاربه كل من يحمل السلاح. واليوم كان رد تركيا رد حاسم بأن تركيا لا يمكن أحد أن يحصل عليها على أي نتيجة من بالتهديدات التي لا يمكن تفسيرها ولا ليس لها أي قيمة. رغم التأكيدات التركية أن قواتها لن تتعرض للأكراد لأن أمريكا تستفز تركيا بهذا الملف، لماذا دائما ما تستفزها بهذا الملف؟ هو يعني واضح تماما بأن أمريكا هي تلعب على الحبلين. هي من طرف تقول أو تريد أن تصحح ما قام به ترامب بإعلان الانسحاب المفاجئ من سوريا، وبالتالي هي تقول بأنها هي حامية لهذه المجموعات ولن تسمح بالمساس بها وغير ذلك، وهي في نفس الوقت تريد أن لا تخسر تركيا ثاني أقوى جيش في الناتو، وبالتالي هي تريد أن يكون هنالك تنسيق مشترك وعمل مشترك، وهذا واضح من خلال خطاب ترامب في موضوع تأسيس منطقة آمنة في الشمال السوري. ولكن السياسة الأمريكية في الداخل السوري سياسة تخبطية ضبابية ازدواجية لا يعول عليها، لا توجد وضوح رؤية ولا توجد هنالك استراتيجية واضحة. تركيا لم تنتظر أمريكا لكي تقوم بتأمين أمنها القومي. تركيا لديها مخطط واضح تماما، لن تسمح بقيام أي كيان مبني على أساس عرقي أو إثني أو مذهبي، لن يكون هنالك تواجد ولن تسمح بتواجد المجموعات البي واي دي واي بي جي بي كي كا وغيرها التي تعتبرها أنها إرهابية. وأيضا لا فرق بالنسبة لتركيا بين هذه المجموعات وبين داعش، ولا يمكن تبرير وجود هذه المجموعات لمحاربة داعش لأن داعش مجموعة إرهابية ولا يمكن التغلب على مجموعة إرهابية بالاستعانة بمجموعة إرهابية أخرى. وبالتالي المشهد واضح بالنسبة، الرؤية واضحة لتركيا، ولكن أمريكا تريد أن يكون هنالك ما زرعته من استثمارات في الطرف الكردي التي أن تخسره بالمطلق بعد الانسحاب. جاءت هذه التصريحات أيضا ربما لتقول بأن نحن سنكون أيضا متواجدين حتى لو انسحبنا من خلال المناطق الآمنة ومن خلال الدعم من وراء ستار. يبدو أن الأزمة تكمن في ملء الفراغ بعد القوات الأمريكية يعني من سوريا. هل نحن أمام معضلة ملء الفراغ الأمريكي من هذا البلد؟ طبعا يعني أمريكا واضح بأنها لا تريد أن تخسر ما حققته من مكاسب بالنسبة إليها. نحن لا ننسى أن لديها 21 قاعدة عسكرية، 16 قاعدة يعني فعالة بالمطلق، وتريد أن يكون لها أيضا مكاسب تحققها من خلال منابع النفط والغاز والطاقة والماء الغني بها شرق سوريا. ولكن هي تريد من يقاتل عنها بالوكالة، وأتوقع أن هي استثمرت في الأكراد. ولكن عندما كان هنالك وتم الإعلان عن هذه العملية العسكرية أو قرب بدء هذه العملية العسكرية، اتضح بأن أمريكا لن تستطيع أن توقف القرار التركي السياسي والعسكري في الدخول لشمال سوريا، وبالتالي بادرت هي بالانسحاب. ثم بادرت الآن باقتراح بعد الأنباء عن تفاهمات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي
دونالد ترامب والاتصال الذي جرى بينهما الليلة، إلى أي مدى تعتقد أن فتيل الأزمة قد نزع ومن ثم هناك جدول زمني ربما لعملية شرق الفرات؟ يعني يجب أن لا نقول بأن هنالك أصلا يعني لم يتم اختلاق أزمة، تصريحات تركيا قابلتها باللا جدية واللا اهتمام وهي تعزو هذه التصريحات ربما لتحقيق مكاسب داخلية داخل الإدارة الأمريكية لترامب، ولا تظن بأن هذه التصريحات هي سيبنى عليها شيء ولن يؤثر، ولكن ربما تزيد التوتر السياسي أي نعم، ولكن اليوم تم التواصل هاتفيا بين أردوغان وترامب، وكانت المكالمة الهاتفية مساء اليوم كانت بناءة في قضيتين، القضية الأولى كيفية تفعيل المنطقة الآمنة والأخرى كيفية ترتيب والتنسيق في آليات انسحاب القوات الأمريكية. والنقطة المهمة هنا التحضير، سيكون هنالك لقاء هام غدا، لقاء لرؤساء الأركان دانفورد الأمريكي وروسيا أكار والقيادة التركية العسكرية أيضا، غدا سيتم ربما بحث التفاصيل في كيفية التنسيق لترتيب الانسحاب الأمريكي وكيفية ستؤول القيادة التركية في إدارة هذه المناطق والتفاصيل المهمة ما بعد الانسحاب. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ يوسف كاتب أوغلو، شكرا جزيلا لك.